جميعا من اجل توحيد الجهد الوطني والتنسيق بين مختلف قوى الثوره لانجاح هذا الهدف الرئيسي. اما مهام الفتره الانتقاليه سواء نسميه مجلس انتقالي او مجلس غير انتقالي او مجلس وطني او اي هيئه اخرى، هذا الامر مهمه رئيسيه للهيئه الوطنيه للجمعيه الوطنيه لقوى الثوره التي ستكون هي المرجعيه التشريعيه والقانونيه التي ستتخذ القرار في الخطوات اللاحقه للثوره، بما في ذلك تسميه مجلس الرئاسه او من سيقود الثوره او الوضع الانتقاليه او اللاحقه لها. وشكرا. الكثير من الناس يا دكتور دكتور محمد يقولون انه مزاج المشترك رايق، يعني رايق على الاخر، انه البعض لم يكن الى طول امد الثوره حتى عيد رمضان، فكيف تجيبون او كيف يعني ما هو الرساله التي توجهونها للشارع بشان المرابطه ومساعده المشترك في انجاح الثوره؟ اولا انا ارجو من الشباب في الساحات المختلفه، في ساحه التغيير، في ساحه الحريه، الا يتخلى لهم الياس او الاحباط بانتصار قضيتهم. قضيتهم ستنتصر، ثورتهم ستنتصر مهما طال الزمن. هناك ثورات تستمر إلى 7 سنوات، بعض الثورات استمرت إلى 7 سنوات ولم يكن ولا من الدوار. أنتم أيضا أثبتتم بعد 6 أشهر إلى الآن بأنه هناك إرادة شبابية فولانية لن تنازل وستستمر بهذه الساحات، لأنه ما ستحصلوا عليه هو الحرية، والحرية ثمنها غير